تريد أن تسمع منها، ولكنني للأسف الشديد نسيها. نسيها بعيدين عن مكمن الجمال، مكمن الجمال، مكمن الفهم السليم الصحيح في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ليكيب، شرح تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في مدينة النبع كالعادة، ديروا دورة خفيفة في سنتر فيل. بعد ان شاء الله عندنا فيديو واحد اخر اليوم، راح جابتنا قضية في الهوتيل صبري، راح نصوروا الدنيا الداخل في الهوتيل صبري كيفاه البنغالو لي شامبر ولا في من الهوتيل صبري كيفاه ان شاء الله الداخل. مهم قبل الانستان ان شاء الله تعجبكم التحليس. لهنا وين ساندو فيستا، ديسي ساندو فيستا، ميبل دو فرانس. شفنا نخرجوا على العالمية، مسجد العلوية صندر بشنطية فاس. الجمعة محسوب الدنيا فارغة بيان. خرجنا على بو سيجور، I'm going to go to the hospital.
ترانسفورماتور جربوا نعديو على سينكلو جيت البحر الكورنيش نطلعوا دوقا دوقا حتى نوصل للوتيل صبريت راح نصور فيديو الاخر نصور الوتيل صبريت شو ما اللي وراه هذا اذا منانا وما صارت ما صارت لناش كما الفيديو تاع المولد حطيت وصل لك بعد 3 ايام
اوكي فوالا لهنا راه في هذا الفيديو تاعنا وصلنا لهوتيل صبري و درك نصوروه من الداخل ان شاء الله كيما تفاهمنا نسيبوه في الفيديو اللي جاي نشوفو حتى لي بري قالك كاين بروموسيون بصح ما عندها حتى معنى باش تزيد في الغدوة نشوفو لي بري تاعهم نورمال كيف يكونو هذيك با توت على رنا من الغرب دمرت المكاتب الاسلاميه لتعطينا التاريخ الحقيقي للاسلام.